النظام النباتي هو نظام تغذية عند المرأة. كلما أكلت لحوم المرأة فلتتحمل مسؤوليتها الصحية طبعا. تحمل مسؤوليتها. طبعا هي سبب دكتور. تكيسات داخل الرحم. نعم. كان عندها تكيسات. لكن عندها خلل في الدورة الشهرية. الخلل في الدورة الشهرية مرتبط باللحوم. مرتبط 100% باللحوم. يعني تقطع اللحوم وترجع نباتية وما تأكلش في الليل وإذا صامت يكون أحسن. الصوم جيد للنساء. سبحان الله. شوف النساء في رمضان كيكون وجوه المرأة مستنير أكثر من وجه الرجل. ولكن ما علي رمضان هو دربة وتربية ومدرسة. الله سبحانه وتعالى جابوا لي عبادة نعم، ولكن كيدربنا على الأكل والأكل غريزة، وبغى يعلمنا كل مرة سنة شهر باش يعلمنا ناكله، ولكن مع الأسف ما كنتعلموش ناكله. يعني كنبقاو نكثروا، كنبقاو نخلطوا، كنبقاو نعطيو الجسم ديالنا السموم، وأنت مسؤول عن صحتك والصحة ديالك أمانة، مسؤول على أمام الله. فأنت تأكل سموم وتذهب إلى العشاب لا يفيدك في شيء. أكيد العشاب يعطيك خلطة يقولك هذه ستشفيك من النصران. أنا أتحدى. نعم. إذا بقي هذا الشخص يأكل نفس الأكل، إذا بقى مع الحلويات وبقى مع المشويات مع المقليات وبقى مع اللحم وبقى مع يخرج من العمل مع 12 يأكل ويرجع ويبقى يأكل وقف ويبقى يأكل مزروب ويمشي على العشاب ولا يمشي على الطبيب، أنا أتحدى. أكيد. فيجب أن يغير نمط عيشه، أن ينظر في الأشياء التي سببت له المرض ثم يذهب إلى الطبيب، مش العشاب، إلى الطبيب. أكيد. المرأة والحامل والمرضع ليس لها أي، ولو أن أطباء يقولوا أن احتياجات زائدة، ليس لها احتياجات زائدة. نعم. ليس لها احتياجات زائدة. نعم. فالمرأة تأكل لا تكون حامل ولا تكون مرضع ولا تكون نفس الأكل. يعني فقط الفيتوستروجينات أثناء الحمل ممنوعين. نعم. إن الحلبة وماشي ممنوعين غير ما تكترش. نعم. غير ما تكترش. نعم. خمس حبات ديال الحلبة ولا ستة ماشي هما اللي غادي يديروا لها إجهاض. لا أظن. إيه الحلبة وحب رشاد والسانوج وحبة حلاوة والنافع، هاد الحبوب اللي فيها الفيتوستروجينات. هذه ما تاكلهاش المرأة الحامل فقط. نعم. أما الأشياء الأخرى كلها جيدة. المرأة المرضع تكتر الحلبة عكس المرأة الحامل. تكتر هي سميت الحلبة، هذه سميت الحلبة لأنها تدر الحليب. جيد. هذه الحلبة وهي تدر الحليب لما جاء أن الفيتوستروجينات كلها تدر الحليب طبعا، لأن يعني الحليب هرموني، يعني هذه البرولاكتين. والبرولاكتين هي حساسة جدا للأدريلانين. نعم. إذا تقلقت المرأة ما تشبعش ولدها. إلى تسترسات، إلى كانت مرهقة في العمل ما تشبعش ولدها طبعا، إلى يعني كانت مهمومة يعني تفكر في شيء ولا أشياء، هذه ما تشبعش الولد. علاش النساء في البوادي ما كانوش كياكلوا؟ ما كانش كتاكل المرأة في البادية ولا خبز، كانت تاكل خبز وكتشبع ولدها، لدرجة أن كانوا النساء في البادية كيحلبوا التدي ديالهم باش ينقصوا الحليب. الآن المرأة تأكل ليل نهار وما عندهاش حليب، لأن مشكل هرموني، مشكل نفسي هذا. فالنساء كنا مرتاحات في البادية، كان النساء المرأة كانت مرتاحة جالسة في منزلها ما عندها مشكل. كما كنقول الرجل هو اللي كان يجيب القفة وكتتعامل مع القفة، المرأة كانت تتعامل مع القفة شنو فيها وكتعرف شنو تدير. إلا جاب لها مثلا لحم كتعرف شنو تعمل باللحم. إلا كانوا كيجيبوا حتى ذيك اللي كنسموها حنا الكرشان، كيجيبوا هذا السقائط، هذوك المرأة كانت تعرف شنو تعمل بهذا السقائط. هذه كانت التدبير. أما المرأة الآن أصبحت هي صاحبة القفة والتي هي اللي كتجيب القفة، مبقاش يعني يعني كاين تغيير طبعا، كاين تغيير لان الحياة ما غاداش تبقى هي الحياة طبعا، ولكن حنا غير كنوريو الناس الامور يعني منين جاية والاصل ديالها من الخارج وكيفاش الناس وصلوا لهذه المرحلة ديال 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 يعني ديال ديال الامراض. يعني منين تغير نمط العيش. وعلاش انا ركزت على المرأة؟ لماذا؟ لان جسم المرأة كما قلت فيه شحوم اكثر من اللحوم. الجسم اللي كيكون فيه شحوم مرتفع، نسبة شحوم مرتفعة، لا يطيق شحوم زائدة، لا يطيق اللحوم، لا يطيقها. ثم ملي كتكون الشحوم زائدة كيكون دائما مشكل هرموني، يعني بسرعة، يعني يختل النظام الهرموني، يختل بسرعة عند المرأة. نعم. يختل. ولذلك حتى السكري عند المرأة ليس هو السكري عند الرجال. نعم. أعطيك، السكري عند المرأة ليس هو السكري عند الرجال. نعم. هلا. أما المشكل ارتفاع الضغط عند المرأة ليس ارتفاع الضغط عند الرجال. يعني كاين فرق. كاين فرق كبير. مكون الأسبرين وبعض الأدوية هي لا تعمل شيئا عند النساء. يعني الأمريكي الآن لقاو بحث، لقاو في الأسبرين ما كدير والو النساء. لا أثر لها. وكاين أدوية كثيرة الآن تعمل عند الرجال لا تعمل عند النساء. ولكن الآن احنا الفود أند دروغ أدمنستريشن في أمريكا الآن مولت واحد البحث باش يعرفوا باش يلقاو أدوية خاصة بالنساء وأدوية خاصة بالرجال. هذا البحث العلمي، نشوف الناس فين واصلين. احنا باقيين كنتكلموا على الموضوع الأدبي الفلسفي ديال المرأة، يعني حقوق المرأة. لا نتكلم عن حقوق المرأة، المرأة عندها حقوقها وربما غدا تكون فاتهم إن شاء الله. ما عندناش مشكل احنا مع حقوق المرأة، ولا كما قلت حتى التسوية في عقل المرأة.
عقل المرأة وعقل الرجل لا نناقشه، خلق الله سبحانه وتعالى هذه العقم ذات زاوية، ولكن جسم المرأة يختلف عن جسم الرجل. كان واحد الوقيتة كما قالت الأخت هذه أم وليد، كان واحد الثقافة يعني في المجتمع كل شيء الندوات والملقى وكل شيء يقول أن يجب أن لا تقول أن هناك فرق بين المرأة والرجل لأن المرأة تجلس في المنزل ولذلك أصبحت هكذا. الله خلقها هكذا، هي لم تخلق نفسها هكذا. وعلى القرآن يقول حتى سيدنا زكريا هذه امرأة من اللي ولدت مريم، هذه أم مريم عليهما السلام، هذه قالت رب فلما وضعت قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى. ما تعناتش بها أن الذكر أحسن من الأنثى، عنات بها المهمة ديال الذكر ماشي هي المهمة ديال المرأة. هي كانت بغى راجل باش يخدم بيت الله فقط، ما فلذلك الغاية والمهمة اللي كانت بغاها، ولكن لم يعني هذه الآية هذه لا تزكي أن تزكي الاختلاف بين المرأة فيما يخص الخلق، نعم، ولكن لا تزكي القول بأن عقل المرأة يعني أقل من عقل الرجل أو العكس. لا لا، العقول هي متساوية، والدليل على ذلك أن نشوف حتى البنيات الآن بالعكس، الجامعات الآن فيهم الناس أكثر من الأولاد. نعم. أنا عندي المهندسات الآن مع الحسن ثاني زراعة البيطرة، هذه الفوج اللي عندي الآن عند فيه البنات أكثر من الأولاد، بالعكس في ثلثين بنات وثلث يعني أولاد. فلا نناقش عقل المرأة، عقل المرأة وعقل لا نناقشه، هذه يعني الله سبحانه وتعالى سواء حتى في التفكير ولا فيما يخص العبادات وما إما. الله سبحانه وتعالى يقول لك من عمل منكم صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني هنا شوف الله سبحانه بحال يعني بحال العمل المرأة بحال العمل الرجل، ولكن اختلافات الخلقية الموجودة في جسم المرأة وجسم الرجل هذه اختلافات كونية، اختلافات علمية يجب أن تناقش، ويجب أن النساء أن تحضر هذه الحالة ديال الدورة الشهرية اللي عندها الرجل ما عندوش، والمرأة الحياة ديالها كتجدد 12 مرة في السنة، يعني كل شهر الحياة ديالها كتجدد، ويجب أثناء هذه الفترة قبل من الدورة الشهرية المرأة خاصة تلتزم بالنظام النباتي، من بعد الدورة الشهرية تاكل لحم. وأحسن لحم هو الدجاج البري. لماذا؟ لأن الدجاج البري فيه حديد مرتفع وفيه بروتينات تمتص بسهولة وفيه فيتوستروجينات. فبعد الدورة الشهرية لازم تأكل دجاج بري، يكون عدتها مشكل، يكون في توابل قوية. المرأة يجب أن تلتزم بنظام نباتي كل شمولي، معنى نباتي في أوراق خضراء، في حبوب تكتر من الحبوب بحال الحلبة وحب الشاد وزريعة الكتان والسانوج وحبة حلاوة والنفع والنافع والكروية. هذه الحبوب يجب على المرأة أن تتناولها يوميا، في الخبز ولا في الحسوة ولا في الشربة ولا في الحريرة ولا في أي شيء، يعني من اللي طيب تأخذ أي شيء. والقزبر حبوب، هذا القزبر الكزبرة حبوب الكزبرة فيه فيتوستروجينات وهي جيد للنساء لأن من الأشياء التي تخرج السموم من الجسم الكزبرة. هذه خصوص النساء الآن مع الديوكسينات مع دخان السيارات مع مواد التجميل مع مواد التطهير في المنزل. المرأة إذا كانت كتطهر المنزل ديالها يوميا بماء جافيل ولا بالجريزيلين ولا هذه الأشياء اللي كتعطي روائح، هذه المرأة تتأثر، مرأة ربما تدير توتر عصبي ولا تعمل شقيقة يضرها راسها. وحتى من اللي تكون تنظف يكون عندها مثلا طفل صغير يجب أن تخرج الطفل من المنزل باش ما يشمش الريحة ديال الكلوراين وباش ما يشمش هذه الروائح ديال المطهرات يعني 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 في المنزل. يعني دكتور اللي ذكرته تقريبا تحدثتم عن المرأة أكثر من الرجل. نعم، لماذا؟ لأن المرأة الآن هي اللي عندها أكثر نسبة في الأمراض، هي اللي عندها التصلب اللوائح أكثر من الرجل، هي اللي عندها الأمراض المناعية كلها بهجت مثلا، بهجت عند النساء أكثر من الرجل، هي اللي عندها سرطان أكثر من الرجل، هي اللي عندها مثلا الأنيميا أكثر من الرجل، عندها كوليسترول أكثر من الرجل، وعندها فيت الرجل بالخلل الهرموني الدورة الشهرية. الرجل ما عندوش مشكل هرموني يعني الدورة الشهرية عند الرجل عنده المأكل ديالو كما قلت، يعني إذا كان أصحاب الحيرة يعملون بالجهد يأكل لحم، إذا كان هذا الشخص جالس الرجل جالس وما عندوش يعني جهد ولا يبذل جهد في العمل دياله، ما الأحسن يبتعد من اللحوم. لا شيء أن اللحوم فيها كثرة الطاقة وفيها دسم، دسم يعطي 9 الكالوريات، جرام ديال الدسم يعطي 9 كيلو كالوري، يعني صعيب جدا لكان الإنسان جالس ويأكل كثرة اللحوم. فثم شوف الفلاحة كانوا تيعملوا في الحقول من قبل كانوا تيأكلوا اللحوم نهار السوق مرة في الأسبوع كيأكلوا وكان كافي جدا للطاقة، ولكن كانوا يأكلوا قطاني، كانوا يأكلوا فول وحمص، وكانوا يأكلوا جلبانة يابسة، وكانوا يأكلوا فول واللبن والصيكوك والمسائل هذه كانوا يأكلوها في اللحم عليين من اللي كيبدأ فصل الربيع صافي الأرض بدأت كتعطي. فمع الأسف الشديد الآن التغذية ديالنا رجعت صناعية. رجعت معلبة، يعني هذا الشخص الصباح كيف طرب بسكويت ومعاه واحد المشروب، هذا راه ما فطرش.
هكشيت. ما هذا ما عطى الجسم ديالو والو، ما الجسم ديالو خصو المضادات الاكسده وخصو الالياف الخشبيه وخصو قليل من الكالوريات وخصو املاح معدنيه وخصو فيتامينات، لانه الشخص مقبل على العمل غادي يمشي للعمل. فهاد المكونات ما كايناش في هذا الفطور اللي كيفطر به على هذا الشكل هذا. الاشخاص دابا كيتناولوا صباح كيتناول هادو البيتي بان ولا كرواسون، هاد الاشياء الخبائز اللي كيفطروا بها الصباح، تقول لك انا فطرت الصباح راه خديت يعني قطعتين من هذا، نسيناك ما كلتي والو، راك ما كلتيش. الا كان طرف ديال الخبز بالنخاله ولا يعني واحد صحن ديال حساء شعير، هذا شخص افطر. ولكن الشخص اللي كيتناول المواد الصناعيه وكيقول لك انا فطرت، ما فطرش يعني، ولا ما يفطر مع الاسف الشديد. ثم غادي يكون تعب، غادي يكون حتى كميه القهوه الممزوجه بالحليب. نعم، اللي كياخذ واحد الكاس صغير طويصه صغيره ديال القهوه بالحليب نص نص ولا حاجه، وتي هو عاد بالو افطر، ما فطرش ولا ما يفطر. يجب ان يتناول زيت الزيتون ونشويات، مثلا الخبز بالنخاله، القمح بالنخاله، وخبز الشعير ولا حساء الشعير، وان شاء الله حتى القطاني كانوا كيفطروا بها الناس. البصاره ديال الفول كانوا تفطروا بها الناس، مع الاسف الشديد بقاوش الناس كيفطروا هذا الفطور، لان الجهاز الهضمي تغير دكتور. نعم تغير. والنساء الا بقاو على النشويات، الخبز بالنخاله والشعير والقطاني والخضر والفواكه والمسائل هذه بقاو عليها، غادي تبقى المراه صحتها يعني يجيد. وانا بغيت هذا الموضوع يعني بغيت نتيرو، بغيت نهضر نتكلم عليه، لان النساء ولاو كياكلوا اللحوم بكثره، لان النساء ولاو كياكلوا ليل. ممكن الرجل ياكل شي حاجه في الليل، ممكن نسمحوا بها، لان لا اسمح بالاكل ليلا. ولكن علاه باش نبين الاهميه ديال تغذيه المراه. ولكن المراه تاكل ليل سيكون لديها شحوم في الحزام. اكيد كاينين النساء الان كيبحثوا عن حميه وعلى منتوجات اللي تحيد لهم الشحمه من الكرش واللي يدير فيه، وهي لا غير موجوده، هي عندها في المنزل ديالها. تكتفي بنظام نباتي وتتحرك صافي، يكون الشكل حتى شكل الجسم يكون 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 جيد. وما يكونش عندها امراض، ما يكونش عندها خلل هرموني، لان بعض مرات السمنه كتكون جايه من الهرمونات. ولكن النساء مع الاسف الشديد ما كيعطيوش اهميه لهذه الاشياء هذه. فالخص في الاخير ان الرجال ممكن الاكل ديالهم تكون فيه طاقه، ممكن ياكلوا لحوم ولا اشياء هذا اذا كانوا يتحركوا، ليس هناك اي مشكله، وما تكونش عندهم امراض. والرجاله ملي كيجلسوا ملي كيبركوا كيكونوا جالسين كيتصابوا بالبواسر، إذا كانوا كيكثروا من اللحوم كيتصابوا بالبصر. المشكل نعم هو ارتفاع الضغط فيجب أن النساء إذا التزمنا بنظام نباتي، أنا لخصت لهم ما بغيتش ندخل معاه في التدقيق. نعم لخصت نظام نباتي، كل النبات جيد للتغذية، وما يبقاوش يقلبوا على العشوب هذه تسوي الهرمونات. إذا رجعوا نباتيات الهرمونات غادي يتقادوا، ما يكذب عليهم حتى شي أحد. نعم يعني وهاد الأشياء اللي كيشريوا هذه راه تكون في الأكل، طبعا غتكون داخله مع الاكل. لا دكتور، هي طبعا الا كانوا تيتناولوا بعض الاعشاب اللي كتكون منقوعه في الماء، هذا كانت حتى جداتهم. نعم كانت انا قلت داخل في النظام. نعم داخل في شي حتى يمرض ويبدا يبدا يسوق، يبقى دائما قالوا لي يعني يصلح المصران. النافع يصلح المصران، كيفاش النافع يصلح المصران اذا كان الشخص ياكل اللحم وما ياكلش النبات؟ خصو يغير. ليس له دواء اذا اكل اللحم بدون نبات، ليس له دواء، ليس يعني له دواء. لا يعطيك النافع. نعم يعني يجب ان ياكل نبات اولا، لان المصران هو النبات، علاج المصران هو النبات. نعم صافي، يلتزم بنظام النبات ما يكونش عنده مشكل، لا مشكل غازات ولا مشكل انتفاخات ولا مشكل تقرحات ولا مشكل حتى الار سي اش وحتى الكرون. لان العديد من الناس كي يعني كيطبقوا بعض الوصفات اللي طبعا كتكون رائجه بين الصديقات او في الوسط ديال المجتمع ديالنا، ولكن ما كتنفعهم. لا ما كتنفعهمش يا دكتور، لان النظام الغذائي ما تغيرش. كيفاش غتنفعك هذيك الوصفه مثلا؟ نعم نعم، يجب ان يتوقف الشخص عن السبب، عن السموم التي يتناولها، ثم ياكل اي شيء. نزم نمط العيش هو علاج، هو نمط العيش بحد ذاته علاج.